بتتحرك بخطى واثقة نحو تحقيق مستقبل أفضل للشعب المصري. كلنا شايفين التنمية الشاملة والمستدامة في كل المجالات، سواء بقى بنية أساسية، مشروعات صغيرة ومتوسطة، مدن صناعية، مدن جديدة، شبكة طرق، ومؤخرا كما كنا ننادي ونطالب لسنوات طويلة يعني التعليم أصبح في بؤرة اهتمام الدولة المصرية، سواء التعليم الأساسي أو الجامعي. كلنا متابعين وكلنا شايفين المحاولات المستمرة للتطوير رغم المشاكل اللي بتواجه تجربة التطبيق، لكن ده أمر عادي في أي تجارب جديدة تحصل في أي دولة في العالم. حقيقي يمكن احنا كلنا بنشد على أزر وزير التربية والتعليم طارق شوقي، لأنه هيخلصنا، وهو الأساس هيخلصنا من نظام تعليمي يعني متجمد ومتخلف من سنوات طويلة. ده احنا كلنا مرضى طبعا. بالتأكيد اللي بيعارض وبيتكلم كل دول معروفين، كل أي حتة فيها بوظان يعني فيها فساد، يعني في ناس لها مصالح، يعني الناس مستفيدة، بس ببساطة شديدة جدا. فلما يجي الدولة تطور حاجة، تحط ده في حاجة تطورها، تلاقي التعابين طلعت من كل ناحية. يعني وللأسف للأسف بعض الناس بدون قصد بينساقوا وراء الكلام، ولكن لازم نكون عارفين ان الدولة مش هتضحي بمستقبل اولادنا وابنائنا عشان تقعد تجرب في تجارب فاشلة. بالعكس، تجارب مطبقة وموجودة زي ما قال الوزير، دي موجودة في مدارس الخاصة ومدارس التولية كلها، الامتحانات كلها اونلاين وعلى التابلت والى اخره. مش معنى لما جت في التعليم العالي بقت وحشة، التعليم قصدي الحكومة بقت وحشة. طيب، في اطار تطوير التعليم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان افتتح بالامس المنتدى العالمي لتطوير التعليم العالي بحضور ممثلين عن 26 دولة. أكد خلاله سيادة الرئيس أهمية التكنولوجيا الحديثة وضرورة مشاركة الجميع في اللحاق بركب الثورة التكنولوجية الرابعة، وده مهم جدا. ودعا الرئيس إلى ضرورة استنهاض همم المصريين وأعضاء المجتمع الأكاديمي في مصر، وقال جملة بصراحة استوقفتني فعلا، إننا لم نشارك في الثورة الصناعية الأولى أو التانية أو التالتة، لكن مش لازم تفوتنا الثورة الصناعية الرابعة اللي هي تعتمد كلها على التكنولوجيا وعلى نظم الاتصال الحديثة. طالب الرئيس برضو بتغيير ثقافة التعليم في مصر، وأكد أن التكنولوجيا اللي القادمة قد بجد ممكن تسحق أجيال كاملة لو ما تواكبش مع هذه التطورات. ومن الواضح أن مصر بتحاول حاليا كمان إدخال التكنولوجيا في التعليم رغم صعوبة المهمة وصعوبة تغيير قواعد وطرق التفكير، لكن لا مناص، لا بد وحتمية هذا، لأن التكنولوجيا وتطبيقاتها هي طريق المستقبل، واستيعاب التكنولوجيا في كل مناحي الحياة وتطبيقاتها هي تحدي آخر أمام الحكومة والمجتمع المصري. ببساطة التكنولوجيا بقت تدخل في كل الخدمات الحكومية بدل من الطوابير. التكنولوجيا مكون رئيسي في الطب والزراعة والصناعة والهندسة. لا ده وكمان الجديد بقى، أنا إن شاء الله هبرتب حلقة هتكون قريب، هجيب معي أحد علماء التكنولوجيا على مستوى العالم هيكون موجود معانا هنا، هيحكي لكم المستقبل إزاي باستخدام التكنولوجيا. مش هتتخيله، هتفتكروا ده خيال وحلم، ولكن دي الحقيقة. باختصار كده، مفيش تقدم بدون تكنولوجيا. اقتحام مجال التكنولوجيا بيحتاج مزيد من العمل والجهد، والبداية بلا شك هتكون التعليم. عشان نعرف أكتر على أهمية رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام الدولة بالتعليم، معنا على التليفون الأستاذ دكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. مساء الخير يا دكتور. دكتور محمد مساء الخير. أهلا مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك فندم. يمكن أنت كلنا تابعنا يمكن المؤتمر بالأمس ورسائل الرئيس المهمة الخاصة بالعملية التعليمية والرقية بالتعليم، رأي حضرتك فيها إيه كرجل متخصص وخبير في هذا المجال؟ أولا يعني أنا عايز أقول إن السيد الرئيس سابق لعصره وسابق لتفكيره في قيادة مصر والأمة العربية كلها للمستقبل. أيقن تماما إن ما يفعله الغرب في دول الشرق الأوسط في الدول العربية تحديدا ما هو إلا بالتكنولوجيا. لدينا من الإمكانيات المادية والطبيعية والبشرية ما تؤهلنا لقيادة المستقبل، ما تؤهلنا لقيادة العالم، إلا أنه ينقصنا التكنولوجيا. وهذا الاتجاه الذي أشار إليه السيد الرئيس لجميع العاملين في مجال التعليم، سواء كان التعليم العالي أو التعليم قبل الجميع أو التعليم الفني،
انه يهتموا بالتكنولوجيا، لان التكنولوجيا دي قاطره التقدم. ان لم نتقدم مع المجتمع فسوف نظل في اماكننا ولا تكون لنا قائمه مره اخرى. اذا كنا قد فقدنا الثوره الاولى والثانيه والثالثه فلابد ان نلتحق بالثوره الرابعه لنكون من ضمن المتقدمين على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا في كل تخصصاتها، سواء كانت زراعيه او اقتصاديه او في كل المجالات. التكنولوجيا النهارده اصبحت هي العنصر الرئيسي في قياده كل الامور. بصفة حضرتك رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، احنا شايفين يعني ممكن يكون احوال التعليم في الوطن العربي قد تكون كلها نسبة كبيرة متشابهة، ويعني بمعنى صح متشابهة في التأخر يعني عن العالم الخارجي. طب ليه لم نسعى لده من سنوات طويلة فترة؟ والله لم نسعى لده من سنوات طويلة لما كانش عندنا زي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيفكر في المستقبل، ولكن كل بيفكر في مكانه فقط، في كيف يستمر في مكانه، في كيف يقلل المصروف ويوفر لقمة عيش جيدة للمواطن البسيط، ولكن كان على حساب التكنولوجيا وكان على حساب التقدم وكان على حساب ملاحقة الركب، كان بيوفر له حياة ولكن على حساب الركب. احنا دلوقتي قد نكون نعاني إلى حد ما من ارتفاع أسعار أو من غيره، ولكن في الواقع المستقبل أفضل كتير، لأن احنا الفترة اللي جاية دي فترة من يعلم وليس من يملك. جميل. الفترة اللي جاية تعتمد على العلم وليس على ما تملكه. احنا كان في الفترة اللي فاتت كان لدينا إمكانيات طبيعية كثيرة جدا ولكن لم نستطيع استثمارها، ودليل على ذلك كان الشكارت الرمل اللي بيستخدم فيه تصنيع التكنولوجيا، استخدم التكنولوجيا في تصنيع الموبايلات والحاجات المتقدمه كلها، كنا بنبيعها بتراب الفلوس، بتطلع تتغسل بره وترجع تاني وتطلع تتصدر لبره وتجيلنا في صوره موبايلات الموبايل ب 10,000 جنيه و15,000. السيد الرئيس النهارده عمل وادي اسمه وادي السيليكون جديد، سيعيد لمصر مكانتها في استخدام هذه امكانياتها الطبيعيه. اتعملت حاجات كتير، طاقات شمسيه، طاقات كهربائيه. نعم. يعني في تكنولوجيا ابتدت تدخل. الاهتمام بالتعليم والتعليم العالي دي انا شايفها بالرغم ما نعانيه من محاربات من اصحاب المصالح الشخصيه في عدم تقدم تكنولوجيا التعليم، الا اننا ان شاء الله مصرون ان خلف الرئيس السيسي وخلف القياده السياسيه ان احنا نمشي قدما في تحقيق تطوير في التعليم سواء ان شاء الله. شكرا دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. شكرا يا فندم.